فيديو النهاردة هنتكلم عن قصص ومواقف مرعبة في حياة المتابعين. وأول متابعة معانا بتقول: لما كنت صغيرة كنت بلعب في الصالة بالليل والكل كان نايم، فجأة سمعت صوت جاي من المطبخ، حاجة بتعمل صوت من ورا التلاجة. بصيت من الطرق لقيت حاجة طويلة جدا ولونها اسود ومش عارفة اوصفها، بتخرج من ورا التلاجة وجاي عليا بسرعة جدا. ومن الصدمة انا ما نطقتش ولا صوتت حتى، بس لسه فاكرة خوفي كأنها حصلت امبارح. وفي متابع تاني بيقول: القصة حقيقية على لسان زوجتي، بتقول ان عمها سواق على عربية نقل اجرة اللي ليها تقفيلة من ورا علشان الركاب، وكان ماشي بعربيته في يوم ولقى الناس ملمومة على جنب الطريق، وفي واحد خبطته عربية ومات في الحال، فبدافع الشهامة نزل وقلع جلابيته وغطى بيها. بعد فترة كان راجع بعربيته بالليل لوحده وحس بحركة غريبة في العربية من ورا، وقف ونزل يشوف في ايه وملقاش اي حاجة، بس العربية رفضت تتحرك، فتح الكبوت علشان يصلحه وملقاش اي سبب للعطل، لكن فجأة لقى نفسه بيتشال وبيطير لفوق وحد شايله ورايح بيه ناحية النيل، وفضل يصرخ ويقول يا واحد يا واحد لحد ما اترمى على الارض ورجع على بلده بيجري حاف وهو بيقول يا ندل ده انا سترتك بهدومي. وفي متابع تاني بيقول: ساعات وانا نايم بتحصل لي حاجه غريبه، بصحى بس عيني مفتوحه وحاسس وشايف اللي حواليا، بس جسمي مشلول وما اقدرش اتكلم واصرخ، بس ما بيطلعليش صوت وبشوف حاجات غريبه كل ما تقرب مني، بحس ان كبرت في السن وعجزت. وفي متابع تانية بتقول: جوزي نزل في يوم شغله ويادوب طلع وقفل الباب وراه، وبعد كام دقيقه لقيته واقف على باب الاوضه بيبص لي وبيبرق لي، وبعد كده مشى لاخر الصاله. كنت هطلع اشوفه ايه اللي رجعه تاني وليه بيبصلي كده. بنت الحمد لله عيطت واتلبخت معاها، وعلشان كنت مطبقه نمت بعد ما نيمتها وكنت نسيته اصلا، لما صحيت ما لقيتوش قلت يمكن نزل، ولما رجع من شغله بساله ايه اللي رجعك تاني بعد ما نزلت، كنت نسيت حاجه وكنت بتبصلي كده ليه، قال لي امتى انا نزلت ما جيتش غير دلوقتي، ودي كانت الصدمه. وبعدها حكيت لجوزي وجوزي قاعد يهديني ويقول لي اكيد انت بتهيألك واكيد انت كنت عشان مطبقه وكنت عايزه تنامي. عدى كام شهر وما حصلش حاجه، وفي مره كنت بقطع خضار على الرخامة ولقيت حد واقف قدامي برضه ولابس هدوم جوزي، بس ما شفتش وشه المرة دي، لكن نفس هدوم وشكل جسم جوزي، بس انا كنت لوحدي وجوزي مش موجود. خفت ارفع وشي وفضلت اقرأ قرآن وآية الكرسي في سري، ببص بطرف عيني ما لقيتوش والحمد لله، ومن بعدها والحمد لله ما ظهرليش تاني. وفي متابعة تانية بتقول: في يوم خارجة من اوضتي ومعديه على المطبخ لقيت طفل حوالي 10 سنين قاعد على المطبخ وبيمرجح رجليه، رجعت تاني علشان اشوفه ما لقيتوش، ومرة تانية لقيت حد طويل وش شعر مغطي كل جسمه وعيونه خضرة واقف على باب الأوضة وفي الحمام كمان، ولما سألت بقيت سكان العمارة قالوا لي مهازل، لأن الأرض اللي اتبنى عليها العمارة مدفون فيها كذا قتيل. الحمد لله اني عزلت من المكان ده.